السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. تدريب بسيط جدا، هو رابط ممكن أن تعمله بكل ساعة عشان تشغل المدافعين المركزيين بالبناء السريع الطويل، استلام للحارس ثم البناء في الساحة الثانية، أو تعمله بثلاث أرباع ساعة حسب رأيك أنت، لكن هو بفائدة جميلة جدا وهي الرابط. عملية الربط على الهدف والتسجيل دون منافس ودون خصم ودون ضغوطات، مجرد باسنج روتين وتحميل لما يعرف بالكرة العكسية. يعني السؤال الجاني، هل ممكن نماذج أكثر على مفهوم التحميل في تدريب كرة القدم؟ التحميل هو تزيد عدد مرات أداء الفعالية، أما من جهة واحد بكرتين أو بثلاث كرات أو من الوسط، أو يعني الأداء يتكرر مرة مرتين ثلاثة فيصير تحميل. وحتى يكون مسمى التحميل حقيقي يتكرر من نفس المنطقة، مثلا يتكرر من اليسار أو يتكرر من نفس اللاعب أو تكرار مهم بدون توقف، بدون تغيير يعني تغيير ما يسمى بالمناطق. منطقة واحدة كرر مرة مرتين ثلاثة، ثم انتقل للمنطقة الثانية مرة مرتين ثلاثة، فسحنا راح نكرر مرتين فقط على جهة اليمين، وبعدين ننتقل رأسا مباشرة دون توقف للتكرار مرتين على جهة اليسار. ممكن أن نزيد التكرار على جهة اليمين ثلاث مرات، ممكن نسوي أربع مرات، ممكن. هو هذا يسمى التحميل. والتحميل يعني أسلوب جيد في تدريب كرة القدم، أرجو أن تنتبهوا له. فمناولة بسيط، ما في تعقيد. لاحظ الدعش السبعة، لاحظ من راح يتحرك العشرة والثمانية فقط نفس الجهة. من ينتهي التصويب كرة ثانية إلى أربعة من الحارس البعيد، رجوع كامل لاعبين ثلاثة، تسعة يروح مكان عشرة يجي مكان تسعة، عشان تسعة الآن يشارك هاي الكرة الثانية. الآن حملنا بعدد اللاعبين وبكرة ثانية. الآن نريد احنا نكمل التمرين إلى خمسة، نسوي من الجهة الأخرى. لاحظ، بس لاحظ عشرة الكرة الأولى يبدل مركزه ويا تسعة، عشان الكرة الثانية تصير تسعة، مثل ما بالتمرين الأول القبلة عشرة بدأ الأولى والتسعة الثانية. الحين نفس الشيء، احنا نطبق تطبيق جيد. فهاي التمارين يعني خلوها على البال ولا يضركم بيها ما يعرف بالمناطق. المناطق انت السيطر عليها، المناطق مو مشكلة مهمة، كلش مهمة بالنسبة للرسوم والإنترنت، مهمة بالنسبة للمدرب اللي يختار المناطق اللي يريد يطبق بيها. بسيط، ما نحتاج أكثر من هذا. أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية دائما وأبدا. نقول صلى الله على سيدي رسول الله الهادي الأمين شفيعنا إن شاء الله يوم الدين. شكرا جزيلا، أنا من فوق المولى. شكرا.